هذه الانتخابات غير مسبوقة، وبعتبرها مش مجرد رقم يضاف إلى أرقام الانتخابات السابقة، وبعتبر إن عنوانها الحقيقي ملوش علاقة بكل العناوين الحقيقية أو العناوين التي كانت تحتها كل الانتخابات الموجودة قبل. وهذه الانتخابات ليست انتخابات خلط الأوراق، وليست انتخابات الكرامة في مواجهة الخدمات، وليست انتخابات التشهير بطيار سياسي خطف النقابة وذهب بها إلى أين لا نعرف، وليست انتخابات نعيد كرامة المهنة ونعيد الاعتبار للمهنة التي ضاعت والتي مش عارفة. تكون هذه الانتخابات هي موسم التنازل عن كرامة الصحفيين، ولا يمكن كرامتنا اللي احنا لم نتنازل عنها ودافعنا عن قانون النقابة ودافعنا عن كرامة الصحفيين يأتي لنا من يطالبنا بالتنازل عن كرامتنا. و5000 صحفي اللي جم النقابة في 4 مايو غاضبين، وكنت أحد الغاضبين زيهم بالظبط، لأن كان شيء طبيعي إنه الجهاز العصبي اللي كان النقاب يتعرض لواقعة غير مسبوقة فلازم رد فعل غير مسبوق، وقد كان لأن هذا العدد وهذا الجيل اللي أنا شفته في 4 مايو هو ولد في هذه الأزمة ولم يتخلى على هذه الكيان، وحيضاف لكل الأجيال العظيمة اللي استطاعت في أوقات مختلفة إنها تدافع عن وحدة الصحفيين، وحتى من كلفوا بافتعال انقسام للجمعية العمومية خاب ظنهم وأدى بعض الاجتماعات المتهافتة في أماكن أخرى في مواجهة جموع الصحفيين داخل هذا المكان وداخل هذا البيت، هي أكدت أكثر وحدتنا ولم تؤدي إلى أي معنى من أنواع الانقسام. بضع عشرات في مواجهة آلاف الصحفيين ليس انقساما وليست بيعا للكرامة، هي أكدت أن الكرامة هي أهم حاجة، وأكدت أن هذا الكيان له رب يحميه وجمعية عمومية تحميه. كانت رسالة، وأنا بتصور العنوان الصحيح لهذه الانتخابات هو هذا المعنى الكبير اللي أنا بقوله.